السلام عليكم، معكم قناة سينما. بس اتكلم النهاردة معكم على فيلم ديس فالي. الفيلم بطولة جيرمي نومبر وإيسان مايكل وكريستين كاستر وميليسا توي. الفيلم كان هيتم عرضه من 3 شهور بس تم تأجيله بسبب مشاكل في التوزيع. قبل ما نبدأ بس ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك عشان نوصل ل50 لايك، وتعملوا اشتراك للقناة عشان نوصل ل1000 مشترك. يلا بينا. وبتبدأ أحداث الفيلم بعاملة بتعمل فيديوهات عشان حد يلحقها وينقذها، وبيجي مجموعة من الجنود ويتحركوا عشان ينقذوها وينقذوا كل الموجودين في مجمع الأبحاث اللي موجودين في مدينة بوسيفانيا. وهم بيحاربوا الملتزقة وبيدخلوا المكان وبيكتشفوا وجود كائن غامض بيحاول قتلهم، ومن هنا بتبتدي أحداث الفيلم. الفيلم عادي وقصته عادية بصراحة، وأنا بشوف إعلان الفيلم حسيت إن الفيلم هيطلع حلو بس خاب ظني في الفيلم وطلع أقل من العادي. وكانت مشاهد الأكشن والضرب النار والتفجيرات كانت عادية خالص، وكانت معمولة بطريقة مش حلوة. حسيت إن التفجيرات كأنها ألعاب نارية. كانت مشاهد الأكشن كانت طويلة وقعدوا فترة على ما دخلوا في الأحداث المهمة. أما من ناحية التمثيل كان التمثيل عادي من الممثلين ما عدا واحد أو اتنين كده. أما من ناحية الإخراج زي ما قلت في مشاهد في الأكشن كانت وحشة، بس مش معنى كده إن كل المشاهد كانت وحشة. كان في حبة مشاهد كانت حلوة، بالذات مشاهد تصوير وحش. زاوية التصوير في مشاهد الوحش كانت حلوة. الفيلم كان فيه عيوب كتيرة زي ضعف حبكة الفيلم والقصة، والسي جي آي والمصادر الطبيعية كانت حلوة في مشاهد، ومشاهد تانية كانت وحشة. الفيلم مدته 1:33 مع ان المدة كانت قصيرة بس حسيتها طويلة. حسيت ان الفيلم شبيه شوية بفيلم زي مونستر اللي نزل سنة 2016، بس كان في الفيلم ده حاجات كتير حلوة كمان كان معمول حلو. اما الفيلم اللي احنا بنراجعه ما كانش حلو، بس من مميزات الفيلم سرعة الاحداث من اول الفيلم، مش ممل، ممتع. ولو انت بتحب الافلام اللي بتتكلم عن قتل وحش غريب، اعرف ان الفيلم ده هيعجبك وهيناسبك. The longer we stay here, the more dangerous it is for you. خلاص الكلام، الفيلم حاول يقدم فيلم تشويق بيدمج بين الرعب والأكشن. الفيلم ممتع بس ممل شوية، بس بشكل عام الفيلم كان حلو. وتقييم للفيلم هو 5.5، وده بسبب ضعف حبكة الفيلم وقصته وضعف إمكانية الفيلم كمان. بس كده، وده كل اللي عندنا، وانتظرونا في المراجعات القادمة إن شاء الله. ولو عجبك المحتوى دوس لايك واعمل اشتراك وفعل جرس التنبيه علشان يوصلك كل جديد.